أصدرت أشغال الجمعية العامة الانتخابية لاتحادية كرة السلة كما نتابع في هذه الصور بعد إعادة إجراؤها على انتخاب رابح بوعريفي مرة أخرى على رأس الاتحادية بعد أن حصل على 37 صوتا مقابل 25 للمترشح عبد الله المولى بمقابل إلغاء 3 أصوات، وهذا خلال جمعية العامة الانتخابية التي عرفت حضور 65 عضوا من الجمعية العامة. محمد نجيب هنان عاد بالتالي. ممكن يكون كانوا الناس ممكن حابين يفكروا تغيير كما راهي في الجزائر كله، ولكن التغيير يكون بالصندوق، يكون بالانتخاب ماهوش بالكلام. نظن ان احنا الغاو الانتخاب اللي فات، وحنا انا قلت لهم في الاول بلي انا مستعدين باش نعاودوا نديروا انتخابات، وانا درنا الانتخابات وفي نفس النتيجه اللي خرجت 12 نقطة في الأول و12 نقطة في إذن أصبحنا 24 نقطة. كي لعبنا مباراة ذهب